السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عبد سبورت ديزل في جديد أخبار اللاعبين المحترفين وحسب آخر الأخبار المنتشرة نهار اليوم في الصحافة البرتغالية، فإن اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي لا يرى في مواصلة اللعب في الدوري القطري بداية من الموسم المقبل، كما أكدت ذات الأخبار بأن لاعب نادي بورتو سابقا يرى في العودة مجددا للدورية الأوروبية بداية من الموسم القادم. فبالرغم من تألقه خلال هذا الموسم مع نادي الريان في الدوري القطري، إلا أن اللاعب ياسين إبراهيم يرى في العودة مجددا إلى نادي سابق نادي بورتو البرتغالي، حيث أنه لم يتأقلم حتى الآن مع البطولة القطرية. أما فيما يخص لاعب نادي وفاق سطيف أنس بالعيد، فإن هذا الأخير تلقى عرض رسمي من قبل إدارة نادي فيتوريا غيماراش من أجل خوض تجربة جديدة في الملاعب البرتغالية، كما أن اللاعب يرى في مغادرة الدوري الجزائري والاحتراف في أوروبا من بوابة البطولة البرتغالية. سلام.